الله وبركاته مشاهدينا، حياكم الله معنا في هذا اللقاء اللي يجمعنا فيكم يوميا في هذا التوقيت اللي فعلا ننتظره لنتواصل معكم ونقدم لكم العديد من الفقرات من هذا البيت الجميل البيت العماني. مساكم خير ومساك خير يا عبد الله. مساك الله بالخير يا أمل، وتحية مسائية جميلة لكل المشاهدين اللي يتابعوا قناة مجان الفضائية وبرنامجنا البيت العماني اللي نحاول من خلاله دائما جمع هذا التراث الجميل في هذا البيت وتقديم لكم أعزائنا المشاهدين لإضافة معلومة جميلة وجديدة. حيا الله بمشاهدتكم وباتصالاتكم وأيضا مساهماتكم، ودائما احنا عندنا أسئلتنا وألغازنا بسيطة كل يوم، يعني كل ألغازنا اللي طبعا من الشاعر عياد، ألغاز بسيطة وسهلة تشوفوها في بداية حلقتنا كل يوم، بإمكانكم تتواصلوا وبإمكانكم تجاوبوا على هذه الألغاز، وأيضا في أسئلة عبد الله احنا كل يوم موجودة معنا على مدار حلقتنا إن شاء الله. إذن أعزائنا المشاهدين حياكم الله دائما والبيت العماني، وخلونا نبدأ على بركة الله فقرات برنامجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغزنا اليوم، إن كنت تسأل عن بيت صغيرا في التراث بعيد عن الشمس وبعيد عن القلاس، اسأل مرة ومرتين ونوبة ثلاث، لا يسع لناس ولو جالسين جلوس، فيها القماش الغالي والذهب مكدوس، في الزمان الماضي ملكا للعروس، لا توجد مجالس فيه وخالي من الأثاث. هذا لغز لغزنا اليوم. أما الخيارات، هل هو المندوس ولا الخزنة ولا البخار؟ هذا البيت الجميل اللي فعلا يحتوي العديد من الموروث الشعبي، العديد أيضا من الفنون الشعبية، بتكون متواجدة معنا إن شاء الله في حلقتنا لليوم ضيوفنا اللي بيشرفونا هنا، وأيضا إن شاء الله بيمتعونا بالعديد أيضا من الفنون الشعبية، بالإضافة طبعا إلى الأسئلة اللي أيضا تحتوي الموروث من خلال الأمثلة السهلة والبسيطة اللي بنطرحها عليكم. عندنا أيضا ألعاب شعبية جميلة هنا الأطفال اللي موجودين معنا. إذن البيت العماني هو بيتنا فعلا اللي يحتوي على العديد من التراث العماني، خليكم متابعين لنا دائما في البيت العماني وحياكم الله معنا. مرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين، وأرقام هواتفنا يعني أكيد حفظتوها، ولكن اللي أول مرة ينضم إلينا الحين نقول له يا هلا بك ومحياك الله، وأرقامنا راح تظهر على الشاشة ونتمنى التواصل من السلطنة ومن خارجها، والأرقام مثل ما شايفين ظاهرة وصارت محفوظة. نتمنى إن شاء الله تواصلكم معنا ونرحب بالجميع دون استثناء، ونقول السلام عليكم إذا عندنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا وسهلا. أهلين. مين معنا؟ تهاني. تهاني، كل عام وانت بخير يا تهاني. انت بخير. من وين يا تهاني؟ يا مرحبا. شفتي اللغز؟ لا، اريد سؤال. تريدي سؤال؟ زين، ايش تعرفي عن الصناعات التقليديه يا تهاني؟ الصناعات الحرفيه. ايوه، الصناعات الحرفيه ايش تعرفي عنها؟ الصناعات الفخاريه. ايوه. الخطيات. ايوه.
صناعات السفن. أيوة السفن، أيوة صناعة السفن، نعم. بعد وحدة قولي لي وخلاص اسمك بيدخل في القرعة. الفضيات. الفضيات قلتيها، يعني نقدر نقول انه اجابتك فعلا صحيحة. شكرا جزيلا. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم. مرحبا يا عليا. عليا. ايوه. كيف حالك يا عليا؟ الحمد لله تمام. من وين يا عليا؟ من ازكي. من ازكي، حياكم الله يا اهل ازكي. يلا يا عليا، شفتي اللغز؟ ايوه. ايش الاجابه؟ المندوس. المندوس. ايش تعرفي عن المندوس اذا كانت اجابتك صحيحه؟ هذا المندوس هو عباره عن مندوس يصنع من الخشب. صندوق يعني. ايوه ايوه، يصنع من الخشب، يعني يستخدم في، يوضع فيه البخاريات، واحيانا يعني يستخدم العرايس. زين، الصندوق هذا يا عليا يعملوا له كذا، يعني في مقدمته وفوق ايضا الباب اللي له، يعني على كبره، ايش تسمى هذه الحركه اللي يعملوها بواسطه الدبابيس او المسامير هذه؟ هذا هو السؤال. يعني دبس يسوى له تشكيله فيها. زين، هذه التشكيله ايش يسموها؟ هل يسموها يعني، يلا ساعدينا انت بعد، ايش يسموها؟ اسالي هناك حد عندك. ما حد عندك قريب. زين، يسموها يعني تخميس ولا تنجيم ولا ايش؟ تنجيم. التنجيم. ايوه ايوه، لانه يقولوا هذا مندوس منجم، صح ولا لا؟ ايوه. يلا يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. ناخذ مكالمه اخرى. مرحبا يا ندى. يا ندى. الو. مرحبا يا ندى. خير، كيف الحال؟ خير الحمد لله. يا مرحبا ندى، عندك صوت انت؟ ما اعرف انا يطلع لي صوت ثاني كذا. لا لا. تو وحدك يعني؟ ايوه. زين، كيف حالك يا ندى؟ خير. اللغز صعب؟ لا لا. ايش هو؟ مندوس. شكرا يا ندى. شكرا. يا مرحبا بك. اليوم ما شاء الله كلهم يعني من المشاهدين. هذه عبير بعد جايه ما شاء الله، اليوم كلها اصوات نسائيه. سلام عليك يا عبير. عبير. نعم. كيف حالك يا عبير؟ من وين اتصالك؟ من ولاية أدم. يا مرحبا يا عبير، أمس شاركتينا يا عبير. نعم. زين، يلا إيش الإجابة؟ المندوس. شكرا يا عبير، أعطيك العافية. نروح لأمل، وأيضا عندها أنا سامع أصوات حلوة أيضا من البنات هناك. أصوات الحلوة فعلا من هذه الألعاب الشعبية الجميلة، واليوم عندهم لعبة شعبية ما تعرفنا عليها خلال حلقتين الماضيات. خليني أشوف إيش لعبوا. أصحاب الخير. يلا أشوف من اللي بيغني ويسمعنا، والبقية يلعبوا. يلا نزل مع بعض. صبحكم والله بالخير والعنبر والعنبر. أنت اللي تقولي؟ إنزين أنتوا ثبتوا بس عشان هي صوتها يكون قريب. يلا. صبحكم الله بالخير والعنبر والعنبارية. مساكم الله بالخير والعنبر والعنبارية. العروسة حلوة والمزونية، ما نعطيكم إياها إلا بألف ريال. بنعكسر وعيانكم والعذاب عذابكم. خلاص، وبعدين إيش يصير؟ يعطوكم عروس وخلاص وتلعبوا مرة ثانية. زين شاطرين، يلا كملوا لعبكم. أنا بشوف بعد المتصلين العزيزين اللي يحاولوا دايما كذا يتواصلوا معنا في برنامجنا، ومعنا اتصال. عليكم السلام يا هلا يا شيماء. كيف الحال؟ الحمد لله. أختي شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. حياك يا شيماء، من وين اتصالك؟ من مسقط. من مسقط، شفت اللغز؟ أيوه. سهل؟ سهل واجد. بتجاوبي؟ لقام المندوس. المندوس، إن شاء الله تكون إجابتك صح. شكرا لك يا عزيزتي على اتصالك. وناخذ اتصال اخر. اسماعيل، السلام عليكم. مرحبا اسماعيل. اهلين. السلام ورحمه الله. يا هلا اخوي، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك، شو علومكم؟ الحمد لله تمام، شو اخباركم؟ حياك، الحمد لله، احنا طيبين. سعيدين بسماع اصواتكم دائما معنا. الحمد لله. حياك اسماعيل، تفضل. المندوس. المندوس، جواب اللغز. ان شاء الله. متاكد؟ متاكد 100%. احيانا ترى ممكن تكون اجابات اللي قبل خطا. ما دام وقال في سله العروس خلاص. اكيد المندوس. المندوس اكيد. يستخدم عندكم اسماعيل لغايه الحين؟ يعني حد ما مستمر وايد عندنا في الداخلية. اي قليل، ما وايد يعني. شوية. ايوه. وهو الحين بعد اضاف ولا بعد تعديلات واشياء كثيرة؟ وايد وايد وايد.
جميل، شكرا لك اسماعيل، ان شاء الله تكون اجابتك صح، مع السلامه. اتصال اخر، ناصر. مرحبا يا ناصر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله، يا هلا. الحمد لله. حياك اخوي، شو اخبارك؟ الحمد لله. من وين تكلمنا؟ انت بخير وانت طيب ان شاء الله بصحه وسلامه. من وين؟ من ولايه سمايل. من سمايل، حياك الله. كيف رمضان هناك معاكم سمايل والاجواء؟ على كل حال جميل، الاجواء طيبه الحمد لله. تفضل اخوي. بغيت اجاوب على اللغز. تفضل، ايش الجواب؟ المندوس. تاكد ان شاء الله. ان شاء الله تكون اجابتك صح. شكرا لك، شكرا اخوي على اتصالك. سعيدين كثير بسماع اصواتكم مشاركاتكم. لغز لليوم مثل كل يوم سهل كثير، والكثير من المتصلين بده يجاوبوا عليه. عندنا ايضا اسئله في حلقتنا موجوده للي حاب يجاوب على هذه الاسئله، اسئله ايضا بسيطه وسهله وامثال عمانيه معروفه عدها لنا المعد طبعا عبد الله الوهيبي. متواصلين معكم. واتصال اخر، جوخه. السلام عليكم. مرحبا. مرحبتين. يا هلا. عليكم السلام. كيف الحال أمل؟ الحمد لله يا جوخة، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. أخبارك؟ رمضان كريم عليكم إن شاء الله. علينا وعليكم. شو أخباركم؟ الحمد لله زين. كيفكم مع رمضان؟ الحمد لله والله. طيبين؟ كيف كان الفطور اليوم؟ الحمد لله زين. طيب؟ طيب. المايدة كذا مليانة اليوم؟ مرة. والأهل واللمة الحلوة؟ أكيد. الحمد لله. تفضلي عزيزتي. جاوب على اللغز المندوس. المندوس؟ ايوه. جميل. تستخدمون المندوس لغايه الحين؟ اكيد ايوه تستخدموه. ايوه. جميل، ان شاء الله تكون اجابتك صح. ان شاء الله. شكرا عزيزتي. نشوف عبد الله وضيف الكريم هناك. حياكم الله أعزائنا المشاهدين من جديد. ضيوفنا ما شاء الله كل يوم معانا ضيف، نحاول دائما تقديم الجديد في كل حلقة. اليوم ضيفنا جاينا من ولاية الرستاق، أبو مرزوق. مرحبا يا أبو مرزوق. مرحبتين. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. ماشي علم، ماشي خبر، ماشي سكون. حياكم الله. ومنصوبك خير الحمد لله. ما رأيتوا شيء؟ سنقور أبو مرزوق. سنقور بن شوين بن مرزوق وأبو مرزوق. حياك الله يا أبو مرزوق. كيف مرزوق وأخوانه؟ الشاعر راع الخنيزي والخلاص منذ سنين. كيف حالك؟ الحمد لله. ماشي علم؟ أبدا. ماشي خبر؟ سكون ذك الديار. حياكم الله. وأنتم من جانبكم ماشي علوم؟ ماشي طال عمرك. ماشي أخبار؟ خير الله يسلمك. مبروكين بهذا البرنامج الجميل الطيب. الله يسلمك. تابعت برنامجنا هناك في الرستاق؟ وليش لا؟ ما شاء الله. وانا 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 اود في البر في البر في المشاركه في البرامج هذه. خلاص، واحنا سعيدين دائما بمشاركتك. يسعدكم جميعا. ما دام انت تقول راعي الخنيزي والخلاص، بنتكلم شويه عن النخيل اليوم. عن النخيل؟ هي شويه. اول شيء نتكلم عن النخيل، ايش من نخيله الحين باقيه بعدها اللي ما جدوها؟ اللي ما جدوها الزبد والخصاب. اخر هذا اخر. اما الخنيزي والقشوش وسائر النخيل والنغال هذا جدوه. نعم. اي نخله اللي يسووا منها الفاغور او البسال هذا؟ المبسلي. اللي يسووا منها الفاغور المبسلي، نخله المبسلي. انتهت؟ خلصت يعني؟ خلصت. والفاغور انت خلص ولا الفاغور بقى؟ الذي هو جدوه للفاغور وغروته فاغور، والذي يجدوه للتمر سيو تمر. نعم. نبي بس نعرف كيف عمليه الفاغور، يعني بعد الجداد يجدوه هو بسر؟ الفاغور يجدوه يوم تو العضق بادي فيه حبات الرطب. علشان يكون البسر عاقد. الجداد يجد، والراع المراد قابض المراد، والحمامير تسوق او السيارات تسوق الى التبسيل، الى التراكيب، الى التبسيل. ومن 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 بسل طلعوه في المساطيح وسطح له ايام، وبعدين يرقطوه. يخلوه في جواني، يشري البانيان، يشريوه اللواتي، يشريوه الناس يعني. يشريوه الناس، يوردوه. نعم. إلى بومباي، إلى الهند، إلى الخارج. نعم. ويأكلوه بعد هني معانا في السلطنة. هو أكبر ليش لا؟ لذيذ لذيذ يعني. هو أكبر ليش لا؟ نعم. وبعدهم هناك في الرستاق يعني يعملوها. يعملوه بعضهم بسلوس ويبسر وفغروه يعني فاغور. نعم. وبعضهم جدوه للتمر. ياخذ هذه العملية تاخذ وقت كبير؟ التبسيل؟ هي. ياخذ وقت؟ لا، من يرمى في المرجل والمرجل يثور يمكن نص ساعة. غرفوه عقوا غيره، والعملية ماشية. نعم نعم نعم. والجداد في المال يجد
والسيارات او الحمير حاجات يسوقا الى التراكيب. نعم، ودائما يقول طاح ماله الجداد يخدم على اولاده. يخدم على اولاده، هذه من سنين قديمه. ايش كان يقولوا؟ ها ايش كان يقولوا؟ يقول طاح مراده لجداد يخدم على اولاده لجداد، وطاح مراده لجداد يخدم على اولاده لجداد، ويقص العظوم يطيب، هو يطيب الجداد يطيب وراء المراد يطيب. نعم، وحاشاك اول كان على حمير. نعم، يمكن يساق على سيائير، لكن اول كانت بعد البساطه زينه، اول بساطه والفرحة زينه حلوة. والفرحه حلوه، والناس بحاجه الى العمل، والناس بحاجه الى الشغل. صحيح، الجداد يعطى 10-12 ريال عماني يوميته، وراعي المراد يعطى 5 أو 6 ريالات يوميته، والحمار يعطى 8 أو 10. كل حد هذا رزق بيعم الجميع من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، رزق من الله سبحانه وتعالى للفقير. أبو مرزوق تفضل عزيزي. بنرجع لك. تفضل بنرجع لك، ولكن نروح نروح ناخذ مكالمة. تفضل. مرحبا يا إبراهيم. يا مرحبا يا عبد الله، مساء الخير. مساء الخير والسرور، كيف صحتك؟ يعطيكم العافية. احنا اليوم مستمتعين مع أبو مرزوق. ما شاء الله، هاي متألقين في البرنامج. الله يسلمك يا إبراهيم. ما شاء الله. من وين أخوي تكلمنا؟ والله حاليا في البريمي. في البريمي. نعم. يا شوف يشوفوك في البريمي أبو مرزوق. لا رب العالمين، شافتك العافية يا ذولي. حياك الله يا أخوي، تفضل. شافتك العافية. بغيت تشاركنا؟ أجاوب على اللغز. تفضل. المندوس إن شاء الله. المندوس. نعم. وعاد في البريمي بعد المندوس موجود في ذاك السوق. في كل مكان. سوق القلعة هذاك، السوق التراثي الجميل هناك. نعم. ايش موجود في ذاك السوق؟ زين، وعد تخبرني الحاج بيزور البريمي يعني. والله اكثر شغلات الحرفية. مناديف وساعات. وعدة البوش ايضا هناك موجودة. نعم. خطم يعني حبال متعددة، غرضة، كل شيء متواجد. هاي الأمور ما بعطيكم الكرة. ها تعال تعال خذ الكرة. عموما شكرا يا إبراهيم، ويعطيك صحة والعافية. تعال انت كل يوم تضربنا بالكرة، ايش معنى؟ تعال تعال. شو اسمك مرة ثانية انت؟ أيوب. شوف أيوب من هناك، هذه اسمها كورة. لا لا ما كورة، امس قلت لك اسمها شيء ثاني. توفة. ايش اسمها؟ توفة ولا كورة؟ ها كورة. كورة حبيبي، بصر على كورة. يعطيك الصحة. ها اسم الجديد كورة. أما أول احنا نسميها توفة. لعبت توفة أنت أبو مرزوق؟ هو أكبر وراح في الصيمة وجرى الدم من صيامتي. يا الله، احنا بنصير مع عمل بنرجع لك. أهلا وسهلا ذولي. يلا العين والراس. حياك الله. يقول المخرج لا خليك مع أبو مرزوق. ولا يهمك يا وليد، هذا وليد ما طلبت إلا وجدت أبو مرزوق حاضر. الله يخليك. عيدت لي التوفة ما يحتاج. أك أول نسميها توفة. هي. ويضربونا بالمقشاع. ده غصيمنا يجري الدم. يا الله. نعم. وين تلعبوها؟ في الحارة. نلعبها في الحارة، في الوادي، في المكان الفسيح كذا. غير التوفة إيش كنتوا تلعبوا؟ غير التوفة نلعب الصولة. ونلعب اللكد. ونلعب الرم. ونلعب الحجيرة. عدة ألعاب. إيش الحجيرة هذه؟ هذه الحجيرة تسوي حوطة. هي. خلينا هذه الأوراق تو عنك شوية. هي. شغلات إنك أشوفن. الحجيرة. هي. حجره كذا. تسوي حوطة. ويجلس واحد في الوسط. ويحوط عليه واحد يشاوف عنه. واحد يشاوف عنه بمصر. هي. ويوم يحصل غفلة من الذي يراقبه ضربوه. هو جالس وسط الحجيرة. اللكت. يأكل برجل ويلعب برجل. اللكد معروفة صادرة واحي تسمعني. والرم يتقل قلمة هناك وقلمة هنا ويسوي فرقتين، وكذلك يتهاوبوا بالذي يقلع الرم هذا ترى فاز. إذا هذه الفرقة زادت وقلعوا لها رمها فازت هذه الفرقة. ما تلعب المعكال؟ معتال هو اللكد. هو هاك اللكد. هو اللكد. عيال ما يحتاج الظهر بالضرب. الضرب في الصدور. في الصدور. ها؟ في الصدور، الضرب في الصدور، تورم صدورنا من ضرب الصبع اللكد. أبو مرزوق. تفضل عزيزي. برجع لك. تفضل. نبي نصير مع أمل، أباك تعزمها قول لها تفضل يا أمل. تفضل. من أمل؟ أمل زميلتنا، قول لها تفضل يا أمل أنت. والنعم. تفضل يا أمل. هنا في البيت العماني وهذا الفنول جميل وحلو منك هذا الحماس ما شاء الله. عبد الله انت موجود معه هناك، احنا بعد موجودين هنا. البنات اليوم كذا ما شاء الله عليهم، جايبين قهوة، جايبين اكلات حلوة رمضانية. كيف حالكم؟ الحمد لله. ايش تعملوا دائما كذا بعد الفطور؟
نتجمع أنا صديقات ونسوي قهوة، كل واحد يجيب بيت شيء وناكل. وكيف قبل الفطور تجهزوا شيء تساعدوا الوالدة في البيت؟ لازم ندخل المطبخ ونسوي أكل. إيش تسووا زين؟ القيمات والشعيرية وأشياء. أكلات سهلة يمكن؟ أيوة، عاد الوالدة تسوي أكلات يعني كبيرة ثقيلة. أيوة. تعلموا منها بعد صح؟ لازم نتعلم. زين أنا باخذ اتصالات، بنشوف أيضا تواصل المشاهدين معنا، ومعنا اتصال. السلام عليكم يا فايزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا، مساء النور، كيفك يا فايزة؟ الحمد لله. شخبارك؟ وانت طيبة ان شاء الله، شخباركم؟ الحمد لله نشكر الله. كيف الصحة؟ الحمد لله. أخباركم انتوا طيبين؟ الحمد لله احنا طيبين يا فايزة. رمضان علينا وعليك يا رب ان شاء الله. كيف أجواءكم في رمضان يا فايزة؟ الحمد لله. تتقهوى؟ شوفي هنا قهوة عندنا. يلا بالهنا إن شاء الله. الله يسلمك، كيف كان الفطور؟ الحمد لله. حياك الله يا فايزة. الله يتقبل صيامنا إن شاء الله. يا رب إن شاء الله إن شاء الله. كيف شايف اللغز؟ سهل لغزنا يا فايزة؟ راحت فايزة للأسف، حاولي تكلمينا مرة ثانية. واتصال آخر. مرحبا يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. كيف الحال؟ طيبين؟ الحال طيب، شخبارك يا حمد؟ الحمد لله. الله كيف صحتك؟ طيبين. مبارك عليك الشهر. الله يبارك فيكم. حياك الله. مو اتصالك؟ من جعلان بني بوالي. حياكم الله يا اهل جعلان، شخباركم؟ طيب الامور. ماشي حياك الله يسلمك. تفضل اخوي. البيت العماني معاكم. البيت العماني حلو ما شاء الله، مثل ما انت شايف متنوع بضيوفه وناس اللي موجودين هنا. جيد جيد. الله يسلمك. تعال شرفونا كذا يوم هنا. نعم تعالوا كذا في يوم شرفونا هنا في البيت العماني. والله ان شاء الله نحصلنا فرصه ان شاء الله، ما نمر عليكم ان شاء الله. حلو كذا بعد هنا تشوف الضيوف اللي موجودين وتتقهوا معانا، يعني مع عبد الله وضيوفه طبعا. ما شاء الله. الله يسلمك. تفضل اخوي. الله يسلمك. بنجاوب على اللغز لو سمحت. تفضل. اللغز المندوس. المندوس. متاكد؟ ان شاء الله متاكد. ان شاء الله تكون اجابتك صح. شكرا شكرا جزيلا اخوي، حياك الله. واتصال اخر. السلام عليكم. مرحبا يا محمد، حياكم الله معنا في البيت العماني. كيفك يا محمد؟ مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. عهود؟ ايوه عهود. شخبارك يا عهود؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. من وين تكلمينا؟ ولاية إزكي. من إزكي، شخباركم؟ الحمد لله تمام. حياك الله يا عهود، متابعتنا؟ ها؟ متابعتنا؟ أيوة متابعتكم. كيف شايفة هنا الأجواء؟ زين الحمد لله. حلوة؟ حلوة واجد. بتجي تزورينا يوم؟ إن شاء الله. الله يسلمك. تفضلي عزيزتي. هجاوب على اللغز. أيوة، إيش الجواب؟ المندوس. المندوس؟ إن شاء الله تكون صح. عندكم مندوس في البيت موجود؟ أيوة موجود صح؟ صح. من الأولويات والأشياء الحلوة أيضا اللي فعلا صاروا يستخدموها للزينة وضافوا لها كثير من التعديل. صح. شكرا لك عزيزتي، إن شاء الله إجابتك تكون صح. إن شاء الله. شكرا، مع السلامة. حياكم الله، وجميل هذا التواصل منكم أحبتنا. ومعانا سليمان. مساء الخير يا سليمان. مرحبا. راح سليمان. ومعانا نسرين. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام يا نسرين. كيف الحال؟ الحال طيب، شخبارك؟ خير الحمد لله. نعسانة ولا إيش؟ لا لا. ما نعسانة بعد الفطور؟ لا. حياك يا نسرين، تفضلي. الإجابة المندوس. المندوس. طيب إن شاء الله تكون إجابتك صح. شكرا عزيزتي، مع السلامة. ومعانا سليمان، مرحبا. مساء الخير يا سليمان. مساء النور. يا هلا، الله يسلمك، شخبارك؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيكم، بارك عليكم الشهر. الله يبارك فيك يا الله. حياك الله. مو اتصالك خوي؟ من سمايل. من سمايل، كيف الأهالي هناك؟ الحمد لله. حياكم الله، تفضل أخوي. اللغز عندكم اليوم؟ عفوا؟ اللغز؟ اللغز أيوه موجود إذا حاب تجاوب عليه. المندوس إن شاء الله. المندوس إن شاء الله تكون إجابتك صح. جزاك الله وتفوز معنا، وتحياتنا لك. آمين إن شاء الله. الله يسلمك، شكرا جزيلا. واتصال آخر. مرحبا. إذن ما زلنا متواصلين معاكم محبتنا، فاصل وراجع لكم في البيت العماني، لا تروحوا بعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغزنا اليوم إن كنت تسأل عن بيت صغير في التراث بعيد عن الشمس وبعيد عن القلاس، اسأل مرة ومرتين ونوبة ثلاث، لا يساع لناس ولو جالسين جلوس، فيها القماش الغالي والذهب مكدوس، في الزمان الماضي ملكا للعروس، لا توجد مجالس فيه وخالي من الأثاث. هذا لغز لغزنا اليوم. أما الخيارات، هل هو المندوس ولا الخزنة ولا البخار؟ سوالف حلوة مع الأول وعندك وصوتك جميل وأنا سمعته من شوية. ولا يريد شربو غرو طيلة عليا، ولا يريد شربو غرو طيلة عليا. على كيت كيت ولمبا منا كيت كيت ولمبا، عندك منا قوم بوكول كي عندك منا قوم بوكول، والله والله وانا كيت كيت ولمبا، عندك منا كيت كيت ولمبا، عندك منا قوم بوكول كي عندك منا قوم بوكول، والله كيت كيت ولمبا، عندك منا كيت كيت ولمبا، عندك ما سمعنا ابي حياكم الله أعزائنا المشاهدين ومن وين ما كنتوا في ولاياتنا الحبيبة من السلطنة الغالية، وأيضا من كل مكان تشاهدوا قناة مجان الفضائية. معانا أبو مرزوق اللي نرحب فيه مرة ثانية. مرحبا يا أبو مرزوق. مرحبتين كبار، حياك الله. الله يحييك يا مرحبا وسهلا. شوية بس ارفع هذا. أيوة إن شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله. حياك الله. أشكر الله. قلت لي على هذيك الأيام، هذيك اللعبات الجميلة اللي يتولفوا الأولاد من كل البيوت. نعم. ألعاب متفرقة، شيء حجيرة، شيء لكد، شيء رم. تكلمنا عنه، لكن في رمضان، في رمضان ايش كنتوا تلعبوا اكثر شيء؟ يوم احنا شباب نلعب كل لعبه، لهي اللعبات نلعبها كل لعبه توفه، اول نسميها كوره. ايه، وهذيك المقبه بعد اللي هي بالحطبه الصغيره من الزور. ايوه. ايش تسموها هناك في الرستاق؟ هذيك اللي واحد يغليها والثاني يضربها بالقب. هذيك توفه. الويوي ولا ايش يسموها هناك؟ والله يضربها بالقب، واحد يغلي واحد يضربها بالقب. هي غير التوفة. غير التوفة. أيوة والله ناسنها تو. أنت بعدين تذكرها، بعدين بتذكرها. إن شاء الله 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 إن شاء الله. إحنا بعدنا ما قهويناك عاد سالم. القهوة بعدين. لا 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 لا، تو إحنا مرة وبعدنا حلوة اليوم. ما شاء الله. ما لازم. لا 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 لا، واجب. تعال يا سالم. الله يكثر خيرك. سالم إيش حالك؟ حياك الله. وهذا الحلوى مقدمة من شبكة ليالي مسقط. تفضل يا أبو مرزوق. لا 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 لا، عندك 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 عندك. يلا أربعة. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. إن شاء الله. معانا اليوم ومنورنا ويتكلم عن الأيام الحلوة، أيام زمان،
وأيضا عن التراث. وهذا البيت يعني في كل ركن فيه في تراث الأشياء الجميلة اللي فعلا كانت تزين فيها البيوت، وكانت أيضا حتى أساسا تستخدم من ضمن الأشياء طبعا اللي هنا ما شاء الله يعني موجودة. في عندنا مثلا المشبة اللي كانت تستخدم كذا يحطوا فيها أيام الحر، والحين يعني ممكن كثير بيوت نحصلها ما شاء الله كذا لها زوايا معينة وأركان في البيت يحتفظوا فيها بهذه الأشياء الجميلة، والأشياء طبعا اللي هي الفخارية اللي دائما هنا موجودة ممكن كان يعني زمان بعد يستخدموا فيها يحفظوا فيها الكثير من الأطعمة. بالإضافة إلى أن الحين مثل ما ذكرت طبعا صارت يعني تستخدم كثير للزينة. البيت ما شاء الله هنا عامر بالأشياء التراثية الجميلة في كل ركن منه. هذا طبعا السراج أو القنديل اللي كذا يعني وإحنا مضوينه هنا في البيت فعلا لا يعني جو خاص، لا ميزة خاصة فعلا وجميل كثير كان يستخدم أيام زمان، والحين موجود مثل ما ذكرت أن كثير من الناس تحب هذه الأشياء التراثية دائما كذا تزين فيها بيوتها، وفعلا تعطي جو جميل فعلا. وهذا البيت أكيد مثل ما أنتم لاحظين روح التراث كثير فيه. أيضا مشاركتكم مشاهدينا تسعدنا، ونبغى تواصلكم معانا اليوم وكل يوم في البيت العماني، وناخذ اتصالاتكم. ومعانا اتصال، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. مساء الخير. حياك يا عبد الله. كيف حالك اختي؟ طيب الحمد لله اخوي، شو اخبارك؟ خير لله الحمد. مبارك عليك الشهر. الله يبارك عليك. كيف صحتك يا عبد الله؟ الحمد لله. حياك الله. الله يحييك اختي. كيف شايف الغازنا؟ الغاز والله طيبه وباروتكم طيبه ومشيقه صراحه. الله يسلمك، يعني شكلك عارف الاجابه ان شاء الله. تفضل، ايش جوابك؟ الجواب المندوس. المندوس. عبد الله كلمنا شوي كذا عن برنامجك في رمضان كل يوم بعد الفطور. والله يا اختي قبل عندما اذن المغرب طبعا نفطر بعد الفطور، نذهب للمسجد السعودي لتأدي صلاة المغرب. جميل. ثم نعود ونتناول العشاء. العشاء وبعدها نذهب الى صلاة التراويح. جميل. ومثل ما ناتي نبقى نستمرين في البيت لانتظار احد الاصدقاء والاخوة اللي يزورنا في البيت. ونبقى نستمرين حتى الساعة الثانية عشر ليلا، ومن ثم نذهب الى السحور ومن هناك نبقى حتى صلاة الفجر. الله جميل، لكن هذه أيام فعلا ميزة حلوة أن تجمع الأهل دائما في لمة في البيوت كذا مجتمعين على الوجبات، يعني على الفطور على العشاء أيضا. الحمد لله رب. الله يسلمك، وإن شاء الله جمعتكم دائما تكون على الخير والمحبة إن شاء الله. تحياتي للأهل، شكرا كثير لك يا عبد الله. واتصال آخر، مرحبا. مرحبا يا رحمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا يا رحمة، كيفك؟ الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك. حياك الله. الله يعطيكم العافية. مبروكين على شهر رمضان المبارك. حياكم. الله يسلمك يا رحمة. إن شاء الله. آمين يا رب. من وين تكلمين حبيبتي؟ سمايل. كلمتكم البارحة نفس الشيء. حياك الله، دائما معانا كذا إن شاء الله بنسمع صوتك. يا الله يا حياك يا رحمة، كيف شايفة أجواءنا هنا اليوم؟ والله الحمد لله أجواء جميلة صراحة. طيبة يعني. اجتمعتوا أنتوا بعد هناك كذا الحريم والأهل؟ اي والله نطلع. تطلعوا تتجمعوا كل يوم؟ ايوه احنا والجيران. اهم شيء قهوة شيء ولا ما شيء؟ شيء قهوة برضه. وأكلات؟ لا لا عادي يعني، ما أكلات واجد، واحد اقتصاد ويعني وشهر رمضان عبادة. صحيح. لا حلو بعد كذا كل واحدة تجرب عاد يعني أكلتها حلوة وتجمعوا مع بعض. ايوه نتجمع الحمد لله رب العالمين، يعني التواصل تكون لازم. صحيح فعلا، هذا هو الميزة الحلوة اللي في هذا الشهر الفضيل طبعا. الحمد لله رب العالمين. تفضلي يا عزيزتي. يعني بس ما في أسئلة؟ في أسئلة إذا ما حابة. اليوم الأسئلة. تجربي الأسئلة. أيوة اليوم. طيب سؤالنا سهل وبسيط. إن شاء الله. تعرفي الخرس؟ أيوة عارفه. حلو، وتعرفي الحب؟ أيوة نعرفه. إنزين وين أكبر حجم؟ أكبر الخرس ولا الحبة؟ أكبر أيوة. تقريبا يمكن الخرس. تقريبا ولا اكيد؟ لا لا هو الخرس. الخرس. ايوه. يتراي... ايش كان يستخدم؟ يستخدم في الم... يعني وضع فيه الماء لتبريد الماء. حلو، حتى الحب صح؟ ايوه. هو شكله يعني مش بالضبط لكن اكيد فخاري وكذا شكله جميل. أيوة. وكان فعلا يحفظ فيه الماء. يحفظ فيه الماء. أيوة. وطبعا بروده تتم يعني مثل ما هي، ما انه يصير حار او شيء. ايوه. شكرا، اجابتك فعلا صحيحه. شكرا، الله يوفقك ان شاء الله دائما. ونروح لضيفنا العزيز الوالد سنقور وعبد الله.
ابو مرزوق العزيز الداني. حياك الله مره ثانيه. الله يحييك ويحييك. يا مرحبا وسهلا فيك. يا مرحبتين كبار. اشوف هذا القرطاس والدفتر ميوب بعد. اي نعم. اللي قلت لك خلاه هناك. نعم. وش فيه؟ في عن عمان وقابوس. يستاهل مولانا. والاف ملايين المرات يستاهل. وفي رجال سمعت مني قصيده غزليه. وفي رجال سمعت مني يعني متنوعة القصايد. وش بنسمع أول شوية؟ اللي تباه. قول شوية عيل. إيه والله. قول رزحة شوية أول. كله برزحة. يلا قول رزحة شوية. حتى أنقابوس شيء بالرزحة. هي. هذا شعر رزحة عن أبو مرزوق سنجور بن شوين الحراسي بلدة جمة ولاية رستاق. مش قال؟ قال يحميك ربي سيدي يا بن سعيد. يحميك. يحميك ربي سيدي يا بن سعيد من كل مكروه وشر الحاسد. يا باني الأمجاد بالراي السديد تسلم لنا قابوس من كل معتدي. انزين. يا باني الأمجاد بالراي السديد تسلم لنا قابوس من كل معتدي. أما الغبيرة زاهية في حكمكم قابوس وبهذه القيادة الوافية عاهدتنا وبالعهد دايم ملتزم كل منجزات والمكارم زائدة. أما الغبيرة كأنها في يوم عيد. أما الغبيرة كأنها في يوم عيد قابوس وبهذه القيادة دائمي عاهدتنا وبالعهد والرأي السديد كل منجزات والمكارم شاملي. الله يديمك في الحكم. الله يديمك في الحكم مدى الأزمان. ولن با بديل في الحكم يا سيدي. أنت رفعت أمجادها هذه عمان وصبحة عمان اليوم أعلى منزلي. وبعزة الله وقائدها عظيم الشان قابوس من أهل الكرامة وأكرمي. كل المواطن يشكر قائد لعمان قابوس بهذه القيادة تسلمي. كل المواطن يشكر قائد لعمان قابوس بهذه القيادة تسلمي. وعن قلعة الرستاق آلاف السنين ذي قلعة أقدم قلاع السلطنة. ولو تبدلت القافية بالعذر. لا أترك أنت ماخذنها سحبة مثل أيوة. ما يقولوا. وعن قلعة الرستاق آلاف السنين ذي قلعة أقدم قلاع السلطنة لأن احنا ولايتنا الرستاق ولازم نعتز بها. وتاريخها محفور في وسط الجبين يذكر في ماضيها وعصور الماضية. وحصن الحزم فيه العجب للناظرين فيه المدافع من المرامي ذاهبة ذاهبة. ساعة بناها ليعرب بعزم ومتين تشهد لها السواح والمتسفرة. حتى سماء الحصن مبناها الحصين مثل كوكب والدور وهي دائرة. حتى سماء الحصن مبناها الحصين مثل كورة والدور وهي دائرة. مثل كبة المرجل بنوها البانيين يعرب وبن قحطان يدهم بانيه. عن ذا الوطن فعمان ما نبغي وطن. سلفت القافيه بالعذر. عن ذا الوطن فعمان ما نبغي وطن وفي حكم قابوس وانتي دائمه. قابوس حاميها وبانيها سنين وعمان تصبح لابسه ومتهنيه. الله 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 يا ابو مرزوق. الله يخليك. الله يخليك ابو مرزوق. نعم. يعني انت تقول في الشعر الوطني وتقول في الغزل وتقول نعم. في المسبع نعم. وبعد تقول تراك في الميدان. وليش لا؟ ها؟ وليش لا؟ بعد هالورقه اشوفها بعد من كل جانب ما شاء الله فيها من لا ما شي ما شي غير ذا الجانب. هذا القلم هذا مبين هنا كامل بس كامل كامل. زين من متى بديت تقول الشعر؟ هذا الشعر اقول في السبعينات في الثمانينات في اول الثمانينات. ما شاء الله وخطفت على كل انواع الشعر. وخطفت على كل انواع الشعر وحضروني سالم السعدي في الفلي الرميس. نعم نعم. انت قلت في المسبع بعد. تفضل. ايش قلت في المسبع؟ في المسبع هي قلت في المسبع يا سيدي نسيت. ناخذ مكالمه ونذكرك. ايوه ايوه ها ايوه. خذ ناخذ مكالمه. خذ مكالمه. زين. السلام عليكم. مرحبا يا سليمان. سليمان نرحب بكل المشاهدين الكرام اللي بتواصلين معانا. السلام عليكم يا سليمان. يا سليمان السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ مين معانا؟ موجودة. موجودة؟ أيوة. كيف حالك يا موجودة؟ الحمد لله. انت كل يوم موجودة معانا. صحيح والله. تفضلي يا موجودة. قابل مندوس.
المندوس. ايوه شكرا. موجود المندوس عندكم؟ ايوه معنا المندوس. نعم موجود ولا ما موجود؟ موجود. موجود يا موجودة؟ ايوه مشكورة. احسنتي. ناخذ مكالمة ثانية. السلام عليكم. مرزوق ابو مرزوق. ابو مرزوق ايش قال ابو مرزوق؟ قال ها ها ابو مسبع ها ها اي والله يقول انا اصبح في بحر انا اصبح في بحر الظلم وريت بحر انطمى. يبها الورقه يبها. وبرقت الجو وريت نجوم كاسيا السماء. يا سلام. انا اصبحت في بحر الظلم وريت بحر انطمى وبرقت الجو وريت نجوم كاسيا السماء. فسر لنا يا الذهلي من كان متعلمه فسر لنا يا الذهلي مسكت للسوكدي اب نجم الطوالع يا حاكي سر نجم القدي سر خفي مختفي ممزوج بالعسجدي الشخص يسكي الظما والبحر يتلاطم. بنعطيك التفسير بعد شويه. تفضل ذولي. بنعطيك التفسير. انت المفسر في الغزل والمعرفه انت المفسر. اقول لك تفضل. باقي بعدنا الرزحه شله شويه نشلها. الرزحه؟ اي شله باقي. هذا مسبع ما يستوي رزحه. لا 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 نبي تو رزحه تو بنختلف مره ان شاء الله. ان شاء الله احنا على كل الموجات نمشي اليوم. اهلا وسهلا بك. شويه بنقلب. وانا حاضر. يلا. وكل اناء بما فيه ينضح. ينضح يلا. تفضل. نسمع الحين نسمع. تبانا شلال؟ هلال. تبانا شلال؟ لال. بنا شلال عادي ولا اشيل شله في اللال؟ لا لا شل شله في اللال. ايه اشيل شله في اللال. ايوه ما مكتوبه نبها محفوظه تو ما شلت ما اشوفك ما تحفظ اول وين انت ما شاء الله. طالب الدور ذهلي انا ابوي خبرتك ثلاث سنين وانا مدعوم. مدعوم واخم الفراش. الله لا الحين بدت ترتجع روحي شوي. لا ما شاء الله رجعت شباب ما شاء الله عليك. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. يلا ايش قال؟ ولا بنجيب من القرطاس؟ احسن من القرطاس. هي شل رزحه يلا. نشل رزحه؟ هي رزحه بنشل. اشل لال ونشل فيها رزحه. زين يلا لال وفيها رزحه. بسم الله. قول. ما هي الورقه ما هي؟ هي كلها نبلع عن رزحه. يلا. يا هي لا واهي لا ياهي يا لال يا يا لا يا 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 لا يا لا يا لا يا لا يا 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 شدايك يا صار يا يا حبك يا ن وكا يا يا ن لمن شد مبعب وبا يا 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 كي ي تصف ي ي ي في هذا لمن شد. هذا شلت لال. هذا شلت لال. انشدك يا صاحب كان المنشده مبعب وباك تصفيني فهذه المنشده ريما صدفته حياني وقال لي غيب. كيف قال لك غيب؟ مش اسوي؟ وعود مثني عقبطاني صورته. عود مثني وعقبطاني صورته. هي خليت الصوره في البوك وسويته في مخباي. زين. لذت كلامه احلى من شرب الحليب. لذت كلامه أحلى من شرب الحليب. من شرب الحليب وحتى الروايح تحي روح ميتة. مريت مثله صاحبي شي عجيب يشبه شعاع الليت وأزيد حمرته ومن غاب عني حول خلاني صويب أتذكره في النوم وأذكر صورة بطاني إياها حول حول. شوف كيف ما غابت. لا ما يبس الحر. لا وما بتلب الماي. لا ومن غاب عني حول خلاني صويب أتذكره في النوم وأذكر صورته ولا من تبسم ضاحك يضحك للمشيب ويرجع شباب الأولي من ضحكته شايب يرجع شباب. أما أنت رجعت شباب تو. ولا من زقر ميت من فراشه مصيب يقحم معاف بغير يسمع زقرته ويثور واقف يزقر من هذا الحبيب يلي حيا روحي وكانت ميته. حتى الشير لي يابس يخضر ويطيب تنقض وراقه ويثمر محلى ثمرته ولا من زقر أبلم تكلم له ويجيب ويحكي بلسان فصحى تسمع كلمته ولا من زقر ميهود ما فاد الطبيب يشفى بعون الله وترجع صحته
ولا من زقر طفل رضيع من الحليب ينطق بصوت عالي تسمع نغمته ولا من مسك في التربة باليد ويصيب يصبح ترابه عنبر محلى ريحته شوفكي. ولا من لما الصم الحجر شي رهيب ثار وتحرك يمشي محلى مشيت الصم الحجر ولا من لما الصم الحجر شي رهيب ثار وتحرك يمشي محلى مشيته هذا سؤالي وأبغى الرد بالترتيب أنت المفسر يا الذهلي في الغزل والمعرفة اليوم ما يحتاج تخليتني مفسر اليوم أنا برد عليك بعدين أرجي الجواب بسرعة والمعنى الصويب أعطيك مدة أسبوع وترجع لخبره أنا ما أسبوع تو عطني بس ثواني بنصير مع عمل وأنا بفسر لك الله يخليك فضل يا أمل إن شاء الله عليك يا أبو مرزوق على هذا الكلام الجميل وهذا الشعر الحلو ربنا يعطيك الصحة والعافية اليوم إن شاء الله منورنا أنت هنا في البيت العماني وأيضا أنتم متابعينا باتصالاتكم الطيبة وتواصلكم الأحلى معنا ومعنا اتصال مرحبا السلام عليكم مرحبا يا عزيزة عزيزة مساء الخير مرحبا بنتظر أصواتكم الطيبة لغزنا موجود أسئلة حلقتنا أيضا موجودة وأرقامنا مثل ما أنتم متابعين طبعا ظاهرة على الشاشة بإمكانكم تتصلوا وتتواصلوا عليكم. معنا عليكم السلام يا هلا مساء الخير مساء النور والأنوار حياك الله أخبارك الحمد لله تمام شخباركم الحمد لله نشكر الله مين معنا سالمة بنت خلفان بن غريب السليماني حياك يا سالمة من وين تصالك من ولاية منح من منح حياكم الله يا سالمة متابعتنا نحييكم على هذا البرنامج الله يسلمك إن شاء الله مستمتعين كذا معانا أهلا وسهلا حبيت أشارك في المسابقة تفضلي يا حبيبتي إجابة اللغز إيش هو؟ المندوس إن شاء الله متأكدة؟ إن شاء الله إن شاء الله تكون إجابتك صح الله يحييك شكرا شكرا مع السلامة واتصال آخر وقهوة العم سالم هنا ما شاء الله شكلها يعني كذا مرة لازم أروح أجربها بعد شوية مرحبا هلا يا هلا السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال الحمد لله اخبارك شخبارك الحمد لله مين معانا عائشه عائشه ايوه بس عائشه عائشه المساعديه حياك يا عائشه من وين اتصالك من منح من منح يلا يا عائشه بتجاوبين على اللغز ايوه ايش الجواب المندوس يمكن خطا لا اكيد 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 ايوه ان شاء الله يكون صح شكرا يا عائشة شكرا حبيبتي على اتصالك وناخذ اتصال اخر مساء الخير مرحبا عبد الله الو السلام عليكم هلا عبد الله مش انت عبد الله الثاني عليكم السلام يا هلا اخبارك اختي الحمد لله شخبارك يا عبد الله بخير الحمد لله حياك الله عبد الله كنت متواصل معنا امس بعد صح دائما من اول يوم اتواصل حياك الله حياك الله دائما ان شاء الله يا عبد الله ممكن اجاوب على اللغز اكيد ممكن اكيد المندوس عفوا المندوس طبعا المندوس طبعا متأكد ايوه شايف القهوة هنا عندنا ايوه ايش رأيك كذا يوم تجو هنا بعد ما شاء الله العم سالم قهوة مميزة ان شاء الله قريبة منه قريبة منه ايوه طيب ان شاء الله شكرا لك شكرا يا عبد الله على تواصلك وبعد اتصال مرحبا عبد الله كيفك عبد الله هلا السلام عليكم الو يا هلا مرحبا السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال الحمد لله بخير شخبارك الحمد لله بخير كيفك يا زوينة الحمد لله بخير الله يسلمك من وين اتصالك من السيب من السيب ايوه كيف كان الفطور اليوم الحمد لله زين ايش طبختي ايش طبختي اليوم سمبوسه وبيتزا هذا السهل يعني ايش كذا اكله يعني مره سويتيها اكله عمانيه ينتعب عليها شويه ما سويت ها هي بعد ايام القادمه صحيح مالح 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 رمضان لا مالح رمضان لا ما يصير ها تقول لك ما يصير عبد الله ما يصير طيب ان شاء الله الايام الجايه يقول لك عبد الله ان شاء الله حياك عزيزتي تفضلي حبيت اشارك الاجابه مع المندوس المندوس ايوه طيب ان شاء الله تكون اجابتك صح ان شاء الله شكرا لك العب. مع السلامه ابو مرزوق كلهم يجاوبوا المندوس الحمد لله اقول لك كلهم يقولوا الاجابه المندوس يمكن صايبين أيوة. عندك مندوس هناك في البيت انت مناديس اظني ما مندوس جايب من السعوديه واحد معطاي في 300 ريال عماني ما شاء الله ومني من البلاد ما شريت ومن البلاد شيء
عيل في المبرز شيء وفي الغرف شيء. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله كل شيء. مرزوق تفضل عزيزي. بناخذ فنون ثانيه تفضل. وش رايك بالميدان؟ ميدان حاضر. بنسمع شيء اول عد؟ حاضر. وش قال ابو مرزوق؟ قال طايف علينا الخضر ويلي طايف علينا الخضر ويلي ويلي وراس العبد يابس وجيفه وجيفه. ابكل هنا مزارع خضر وتلي لاني مزرعي يابس وجيفه. يا الله يمكن بابس قاي هذا المزرع. هذيك المزارع تشرب وانا مزرعي ما يشرب. الزين طايف علينا الخضر ويلي وراس العبد يابس وجيفه. ابكل هنا مزارع خضر وتلي لاني مزرعي يابس وجيفه. انزين وش قال بعد؟ واجد قول. يقول الحفري لعنها ولا عنبر كان الحفري لعنها. الحين الميدان يبقى طعم. طيب ترى هو معنى ومغنى. لغز لغز الميدان لغز. زين الحفري لعنها يقول واللي يسمع يقول وش مسوي فيك الحفري انت تلعنها. صحيح. الحفري لعنها ولا عنبر كان انا شاريده والعنبر نسيته في الدكان سلمت فلوس نسيته في الدكان. زين الحفري لعنها ولا عنبر كان انا شاريده والعنبر نسيته. انت الاول صعودك لعنبر كان كان يوم صغير تلعبوا في الشوارع وطحت وانفلعت يعطوك عنبر وما انا انفلعت ويجري الدم من خشمي قاصعته بالعنبر ما شغله. زين انت الاول صعودك لعنبر كان كان اليوم عاد كبرت ودوى العنبر نسيته نسيته. بعد وحده بعد دور دور برا هي نبش. هي والله ايش قال؟ هي والله متروس هالراس متروس اليوم. يقول 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 سوى نخلكم يراب الحيل ذك النخل الذي حواه الحضار حواه الحضار سوته وين يراب واحد. الزين اوين سوى نخلكم يراب الحيل الحيد سفره وادي اسماعيل الحيد اليمن الحيد سفره وادي اسماعيل نخلكم بتشرب والمحوليه عقب العطش. محوليه والمحوليه اي وادي تهبط يراب الحيل عليكم غدف وادي اسماعيل. عاد اقول لك نبي نشل شويه نشل هي والله ها نشل يويو هي يويو 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 واني يويو 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 على ذيك النخال. ابو مرزوق ابو مرزوق ابو مرزوق يو 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 ويو ذيك النخال يوم حيالي السلطان يو 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 وابو يو 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 واني يو 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 وانا يو يو على سوانا خاليكم يرى يا أبي الحل ويويو لحيد سفر ويا أديس إمايل أبو يويو واني يويو نخالكم باتي شرب ويلي محؤولية ويويو ويويو ويعويو قبيلي عايا أطش ويلي محؤولية الو يو يو وادي تها يبط يرا يا ابي الحيل ويو يو يو عليكم غدف ويا ادي سمايل الو يو يو واني يو 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 يو. الله الله على الصوت الله على الصوت. ويو يدقن عطر يدقن عطر يدقن عطر مريحان في عود يدقن عطر عطر مريحان في عود ويوم يثمر ليح يتمريح. الله ما يمشي سيده ابد يتمريح رايح يمين شمال سائق وابوي وابوي ازي يدقن عطر مريحان في عود ويوم يثمر ليح يتمريح يتمريح. قلبي يا روحي وش تريدين وقولي يا روحي وش تريدين. قالت أبا مريحان فعود وتمريح أمشي عك اليوم وتمريح. يا الله يا بعد بردها بردها بردها. اي والله اي والله بردها بردها بردها. ها ها أقول لك عاد لو شيء واقف هني وطبول ماشي كلام ماشي كلام ماشي كلام كان بتوقف أظني أوني دقن عطر مريحان فعود يدقن عطر
مريح هذا في عود ويوم يتمريح يتمريح يتمريح. ها طلبي يا روحي وش تريدين وقولي بس انت تدللي. طلبي مري الذهب طلبي شيء ثمين. قالت ابا مريح انا في عود حبل. شوف كيف ما طلبت وايد. شوف شوف كيف قالت ابا مريح انا في عود امشي عك اليوم وتمريح. شوف كيف. يا الله يا ابو مرزوق يا الله يا ابو مرزوق. الله يخليك يا ذولي الله يخليك. اقول لك تفضل امل هناك ما يحتاج بعد طربت بهذا الميدان. احنا بنصير فاصل وبنجيك. مرحبتك اباك تقوله بالميدان. قول فاصل ونواصل. قول فاصل ونواصل. لا في الميدان يويو بتشلها بيويو. هي والله هي والله بتشلها بيويو. فاصل ونواصل. ويا يو وفاء ويا اصيلي ويني ويا اصيل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغزنا اليوم إن كنت تسأل عن بيت صغير في التراث بعيد عن الشمس وبعيد عن القلاس اسأل مرة ومرتين ونوبة ثلاث لا يساع لناس ولو جالسين جلوس فيها القماش الغالي والذهب مكدوس في الزمان الماضي ملكا للعروس لا توجد مجالس فيه وخالي من الأثاث. هذا لغز لغزنا اليوم. أما الخيارات هل هو المندوس ولا الخزنة ولا البخار؟ ما شمن بيات لي طيت زاري يا ماشي من بيات لي طيت زاري حسن ويا مالي يا وزار السمايلي حسن ويا مالي يا وزار السمايلي يا ماشي من بيات لي طيت زاري يا ماشي من بيات لي طيت زاري حسن ويا مالي يا وزار السمايلي حسن ويا مالي يا وزار السمايلي. ودانا دانا 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 ودانا 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 دانا دانا ودانا نزغنا فتاني والوسطي هلبنا وانا عماني بالفكر علمنا نزغنا فتاني والوسطي هلبنا وانا عماني بالفكر علمنا. الجميلة وهذه الفنون الرائعة اليوم من ضيفنا ما شاء الله عليه أبو مرزوق متواصل وبيسمعنا الكثير والكل والله هنا مستمتع ما شاء الله عليه وإن شاء الله أيضا أنتم مشاهدين تكونوا مستمتعين بهذه الفنون الجميلة
أيضا حابين تواصلكم الدائم معنا واتصالاتكم وإجابكم إجاباتكم على لغزنا لليوم أو حتى على أسئلة الحلقة. ومعنا اتصال. مرحبا يا بدرية. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا، كيفك يا بدرية؟ الحمد لله بخير. الحمد لله طيبين. شخباركم؟ علينا وعليك إن شاء الله. شخبارك؟ الحمد لله. حياك الله. من وين اتصالك؟ من ولاية العامرات. من العامرات، قريبنا هنا يعني. ايه صحيح. حياك الله يا بدرية. كيف أجواء الأيام الحلوة هذه رمضان معاكم؟ الحمد لله والله ما شاء الله رمضان جميل بأيام الحلوة. الحمد لله، إن شاء الله لمتكم كذا دائما حلوة متميزة أيضا خلال هالأيام. لا والله كنا ما شاء الله مجتمعين الجيران والأهل كنا مع بعض. جميل الحمد لله. متابعينا ما شاء الله. أيوة متابعينكم. مستمتعين أهم شيء. الحمد لله. تمام. كيف شايف اليوم ما شاء الله الوالد هنا؟ مبدع ما شاء الله. ما شاء الله حماس وكذا يعني روحه حلوة وشابة. أيوة. بالفنون أيضا اللي تجايبها معه. أيوة ما شاء الله. حياك الله. تفضلي عزيزتي. بغيت سؤال أختمل. بغيتي سؤال؟ إن شاء الله. عفوا؟ أقول سهل إن شاء الله. سؤال سهل، إحنا كل أسئلتنا سهلة إن شاء الله. إنزين بعطيش مثال بسيط من الأمثال الحلوة اللي دائما معد عبدالله الوهيبي حضر لكم إياها إن شاء الله. بوشور بعمره إيش؟ بوشور بعمره؟ إيش تكمله؟ هذا يعني هذا المثل يضرب للشخص اللي يعني هو عارف إنه ما كثير عنده قابلية بس يحاول يفرض نفسه وكذا ما يعتمد على نفسه كثير. أيوة إيش التكمله؟ بعدي نخت أمل ما أعرف والله كيف. إنزين بعطيش خيارات أنا معني هو ما في يعني. أيوة. بوشور بعمره يضيع ولا يكسد؟ بوشور بعمره. أيوة. يضيع. ولا يكسد؟ يكسب. ولا يضيع؟ يكسب. يلا يكسد هو فعلا. إيش صار المثل؟ بوشور بعمره يكسب. يكسد. أيوة مش يكسب ها يكسد. يكسد. أيوة طيب فزتي معانا إن شاء الله يعني إجابتك صحيحة إن شاء الله تفوزي معانا في نهاية الحلقة بعد إن شاء الله. شكرا تحياتنا للأهل عندك. شكرا حبيبتي. ومعانا وفاء. مساء الخير. مرحبا. مرحبتين. يا هلا وفاء كيفك؟ بخير الحمد لله. شخباركم؟ الحمد لله طيبة. مبارك عليك الشهر يا وفاء. علينا وعليكم. حياك. من اتصالك؟ من ولاية السيب. من ولاية السيب. أيوة. كيف أجواءكم هناك؟ الحمد لله تمام. حياك يا وفاء. بتجاوبين على اللغز ولا تبي سؤال؟ لا أجاوب على اللغز. تفضلي إيش الجواب؟ المندوس. المندوس. إن شاء الله تكون إجابتك صح يا وفاء. إن شاء الله. شكرا لك. وين الحلوة اللي كانت؟ تعالي 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 هنا تعالي هنا عشان تشوفك ماما. يلا إيش اسمك؟ تعالي هنا حبيبي. شاطر. إيش اسمك؟ أشجان. أشجان شوفي هناك الكاميرا عشان ماما تشوفك. سوي باي باي حل ماما. أشجان من ملبسنك؟ حلو لبسك اليوم. تعرفي تقولي نشيد أو أغنية حلوة أو لعبة مع البنات؟ تعرفي؟ إيش تعرفي؟ يلا يلا غني شوية عشان يسمعوك. حوي حوي يا ناس حمد حمود الحمد لب العلامي في الحوش لازعم جبتي حلفان. الله حلو. يلا مرة ثانية عشان ما سمعوك كلنا ما سمعنا. مرة ثانية. حوي حوي يا ناس حمد حمود الحمد لب العلامي في الحوش لازعم جبتي حلفان. شطورة حبيبي شاطرة. أنت من حفظك هذا اليوم؟ من حفظك لما كنت تلعبي مع البنات؟ ايش اسمها هذه؟ حومي. حومي شاطرة يا أشجان. شكرا لك حبيبتي. ومعنا اتصال. ايوه السلام. مرحبا يا ثراء. كيف الحال؟ كيف كمان؟ الحمد لله اختي. شو اخبارك؟ اخباركم ما شاء الله. حياك الله. يعني فترة طويلة انتظر لحد ما نوصل عندكم. معلش اختي تعرفي زحمة اتصالات بس. حياك الله. تفضلي يا حبيبتي. كيف البرنامج يعني؟ عفوا؟ هذا إذا دل بيدل على نجاح البرنامج. الحمد لله هذا دائما هدفنا ونسعى إن شاء الله دائما كذا نكون تظلوا متابعين وراضين عن البرنامج بإذن الله. حياك الله يا ثراء. تفضلي. سؤال إن شاء الله. عفوا؟ بغينا سؤال. بغيتي سؤال؟ طيب نعطيكي سؤال. بسألك كذا سؤال سهل إن شاء الله. بعطيكي أسامي الحصون التالية وبغيتك تعرفي لي بأي محافظة. أيوة. حلو؟ طيب حصن الخندق وحصن الحلة وين موجودين؟ في البريمي. تأكدة؟ اي نعم.
زرتيهم؟ لا قريت عنهم في مسيرة. قريتي عنهم، هم فعلا إجابتك صحيحة، موجودين في محافظة البريمي. أيوة. شكرا لك يا ثراء على اتصالك الحلو. شكرا. شكرا، مع السلامة حبيبتي. وعندنا بعد سامية، ذاك اليوم سمعتنا كذا أغنية جميلة من الأغاني الشعبية القديمة، واليوم سامية أنا بعد بغيت أسمع منك شيء ثاني. محضرة شيء؟ أيوة محضرة. إيش هذه الأغنية، متى تقال مثلا؟ لما ينوموا فيها الطفل. أنتوا كل يوم مصرين تنوموا البنات اللي هنا؟ أكيد لازم ننومهم شوية بعد. إحنا نبغاهم يسهروا معانا هنا ويلعبوا بعدين. يلا نسمع منك. لا 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 با لا 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 با. نسيتي؟ لا ما نسيت. سوي النناية سوي النناية حبيب، وسوي النناية حبيب، وتقيل ماما يا حبيب، وتقيل ماما لحبيب. ليلا 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 لا ليلا 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 لا، وتقيل ماما يا حبايب، وتقيل ماما يا حبايب، وسوي لنا يا حبايب، وسوي لنا يا حبايب، سوي رقدة هنية كما رقدة سلطان حبيبي، فقصور هنية يا حبايب، فقصور هنية يا حبايب. لا 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 با لا 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 با. سوي لنا يا حبايب، وسوي لنا يا حبايب، سوي رقدة يا حبايب كما رقد الغزلان يا حبايب. داخل سيوح خالية، وداخل سيوح خالية. لا 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 لا. صبحوا على خير، كلهم ناموا. سمعتي صوت عبد الله وانت تغني؟ بينام. ايوه كان يتثاوب. متواصلين معكم، شكرا يا سامية، وان شاء الله في كل يوم كذا ايضا يمتعونا البنات اللي موجودين هنا بالالعاب الشعبية الجميلة والاغاني التراثية. ونشوف عبد الله وابو مرزوق. عاد اللي مع ابو مرزوق ما ينام يا امل. احنا لا، احنا كنا كذي يعني، ابو مرزوق كان يقول شيء زين. ما أيوة سمعنا عيال. هذا ترى انتم سمعتوه كنا احنا نتاوب، لكن الله. احنا كنا ما يحتاج وحدنا بعد، صح ابو مرزوق؟ الله يخليك. باخذ مكالمه وياينك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حي الله وسهلا. مرحبا. من؟ ملاك عبد الله التوبي. ملاك كيف حالك يا ملاك؟ بخير الحمد لله. يلا جاوبي على اللغز يا ملاك. المندوس. المندوس، شكرا يا ملاك. السلام عليكم. عزة كيف حالك يا عزة؟ الحمد لله تمام. كيف؟ طيب الله يسلمك الحمد لله. اخباركم؟ اخبارنا زينين ما يحتاج. الاجواء، الله الاجواء ما توصف، هذا اجواء مجان كل يوم كذا. مبروك بالشهر الفضيل. الله يبارك في حياتك، الله يسلمك. كيف تبغيني سؤال؟ يعني سؤال، اذا سؤال سهل. تبي سؤال ولا بتجاوب على اللغز؟ المندوس. مشكورة، يعطيك العافية. مرحبا ميساء. يا ميساء، يا الله يا ميساء انك متأخرة. ميساء. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف حالك عبد الله؟ شخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك. تفضلي يا ميساء. الجواب هو المندوس. شكرا، مشكورة اخوي. يا مرحبا وسهلا فيكي. هذيك القهوة وديك الحلوة ايضا هناك الحين، عبد الله الوهيبي وسالم ما يحتاج، وهذا الحلوة مقدمة من شبكة ليالي مسقط، اللي نوجه لهم كل التحية. ومعنا بعد مكالمة. السلام عليكم يا عبير. عبير. عليكم السلام. انت لا يكون نيمتكم هذيك الأغنية اللي غنتها الطفلة عبير. ايوه عبير. نعم. لا 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 ما حد سمعك يا عبير. ايوه. كيف حالك؟ بخير. يلا ترى بخلي ابو مرزوق تو يقول شعر ولا؟ يلا جاوبي. المندوس. المندوس، شكرا يا عبير. بعد مكالمة. السلام عليكم. وينهم اليوم؟ وينهم شباب اليوم؟ ما حد اليوم المشاهدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياهم الله، مين معانا؟ الرياف. الرياف، يلا يا رياف، اسمك جميل وقصيدة حلو يعني فيه. أريد أنشد. تريدي تنشدي؟ نعم. يلا. جواح وشدة تحت الزيتون الخضرة،
زمت لي للغار كانت ان الحنونة عم تخبز الشرار. مشكورة يا رياف، مشكورة، يعطيك الصحة والعافية. احنا نبي اناشيد تراثية، نبي اناشيد كذا من العابنا الشعبية، ولا بيزعل علينا ترى ابو مرزوق؟ ابو مرزوق تزعل انت يوم تسمع يعني اناشيد ما 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 تراثية؟ واجب التراث. اي نعم، هذا اللي احنا جايين فيه. لا لا لازم يسووا لنا اناشيد تراث، هذا اللي احنا جايين فيه ونأدي التراث. وش قال ابو مرزوق؟ قال واجب. وش قال؟ ميدان، بس بعدنا شوي. ميدان، ميدان اول. هي هي والله. وش قال؟ يقول والريحة طب صلب من طبين، والريحة طب صلب من طبين. أنا عجبني الضحك والليونية. أبا حسن دخل بيت من طبين فقطعة خصف والليونية. بابا تركيا نجلس فيها الزين. والريحة طب صلب، والريحة طب صلب من طبين. أنا عجبني الضحك والليونية الزين. أبا حسن دخل بيت من طبين، من طبين فقطعة خصف والليونية. نشلها، بنشلها، نشلها والله. هي نشلها تو، نشلها مرة، نشلها. ايه اوقف. ها اوقف بتو... لا لا ما يحتاج توقف. خلي اوقف. ها اذا انت هيجتني لا اليوم يا... ما خليت في... ما خليت لي شيء. لا اله الا الله. الحين تن الواقف قدامي. آه. والطبول قدامي. لا اله الا الله. مرحبا. لا ليش اليوم ما يحتاج؟ اليوم ما يحتاج، ما اشوف انا، ما اشوف اليوم. لا اله الا الله. برنامجك بهذا عالي العال ان شاء الله، عاجبنك بس الاجواء العال، عالي العال، والجو الطبيعي الجميل الذي ماشي اجمل منه الحمد لله رب. يلا ما دام وقفنا على نشل 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 الميدان. هي نشل الميدان. يويو اول نشل نثر ولا يويو؟ نشل شويه نثر وبعدين نبدي بمره بيويو. هي والله. قول. يقول خذ لك من الهند ساعة تدور، خذ لك من الهند ساعة تدور، وبنت البدو ما يراعيها. خذ لك من الهند ساعة تدور، وبنت البدو ما يراعيها. أبها الناقة السمينة الصفارة المقيدة بخزامها تدور لمن؟ ما أعرف يا الذهلي لمن؟ ما أعرف. ما تعرفها يا هذه خاربة خاربة. قال وين تمت مع الباب ساعة تدور، تمت على مع الباب ساعة تدور، وتالي مشت ما يراعيها. شوف كيف. أي ست. أي ست يما حد ياها. ليش لا؟ يلا عاي نشل نشل يويو. نشل يويو؟ إيه. يو يو او يو او يو او يو يو او يو يو خو يو يو خذي لك من الهند ساعة يا عدور، وبيجيني تلي بادو ما يراعيها. ويو يو او يو يو او يو وتا يمت معي الباب سايا يا عدور. ويو يو يو ويتا يا علي مشت ما يراعيها. وتم 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 وتم. واقف واقف قدامنا واقف ما يحتاج. والله حامي. كيف يصيح الواقف؟ كيف يصيح؟ بوم 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 وبوم بوم. وراع الشواسر ما يحتاج، راع الرحماني الزين ما يحتاج، ما يحتاج ما يحتاج. يناغي يناغي. والميدان احلى طرب. استريح استريح. والميدان احلى لغز. بعدنا بنسمع شيء. ميدان؟ هي اليوم اخذ مكالمة وتذكر. تفضل. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا يا آمنة، ترى اللي ما يسرع معانا ما بنقول له تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا آمنة. كيف حالك؟ كيف حالك؟ لا يعني لا احنا تو في حماس مره، خليك متحمسه شويه. واخباركم؟ ابو مرزوق اليوم ما يحتاج. الله يخليك الذهلي. الله يخليكم. الله يخليكم ذوقكم ومعروفكم. امين يا رب. الصحه والعافيه. تفضلي يا ابو مرزوق. تفضلي يا آمنة. الله يفضل عليك بخير. حبيت اشارك معكم اللي قبل المندوس. المندوس. ايوه احسنتي. ما تعرفي ميدان؟ لا اعرف ميدان بصراحه، بس احب اسمع الميدان. خلاص بتسمعي بعد شويه من ابو مرزوق ان شاء الله. بعد مكالمه ثانيه. السلام عليكم. السلام عليكم. ولا قال ابو مرزوق هيجتنا يقول اليوم هي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياهم الله. من معانا؟ معكم خلود توبه. من؟ خلود. خلود كيف حالك؟ الحمد لله بخير. تفضلي يا خلود. اجاوب على القوف والمندوس. المندوس. شكرا. العفو. مع السلامة. أبو مرزوق. تفضل عزيزي الأهلي. نقول وحدة شلة وحدة ونسير لأمل. ميدان. هي ميدان عد. هي والله. وبعدين برا من تخلص إن شاء الله تسوى يويو وروح مع أمل إن شاء الله. يلا
يقول روحي بسحار ومشيبات، روحي بسحار ومشيبات ومشيبات وحبك المديوس ويبطحن أبثيرانك هزال ومشيبات الأول هين سمان وينطحن وين أول هذا يوم سمان يوم سمان زين ها روحي بسحار ومشيبات وحبك المديوس ويبطحن أبثيرانك هزال يوم عدن ومشيبات الأول هين سمان وينطحن وينطحن بارك الله أباك باليويو باليويو نسير انسي نسير مع عمل إن شاء الله تجي باليويو وتقول نسير مع عمل يلا إن شاء الله قول أقول باليويو إي باليويو واقف ولا جلوس لا لا يا أنت ويا سوي يويو ونروح مع عمل يويو 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 وأني يويو يويو على رواحي باسي حار وماشي إبايات الله يعطيك الصحة والعافية والدنا اليوم على هذه الفنون الجميلة وهذا الصوت الرائع اللي الكل فعلا مستمتع ومشاهدينا بعد أكيد أنتوا فعلا مستمتعين بهذه الأجواء الحلوة بهذه الفنون الرائعة تواصلين معكم ومعنا اتصال ومعنا مازن مساء الخير مساء النور هلا يا مازن أهلين شو أخبارك الحمد لله تمام من وين تكلمنا من فنجة حياك الله يا مازن الله يحييك كيف الأجواء هنا شايفها اليوم مستمتع ما شاء الله حماس اليوم الجو حماس صح شايفه ما شاء الله هو كيف كذا فنون الجميلة ومرة يعني معيش الكل في أجواء حلوة مرة أبو مرزوق ما عطنا ميدان مسكشنا صراحة بعده بيكمل أكيد لنهاية الحلقة إن شاء الله حياك يا مازن تفضل بجاوب على اللغز تفضل إيش الجواب المندوس متأكد ايه متأكد طيب إن شاء الله تفوز معنا شكرا لك عزيزي على اتصالك وبعد اتصال آخر ومرحبا مرحبا يا عائشة السلام عليكم يا هلا عليكم السلام الحمد لله طيبة الصحة طيبة الصحة كيفكم أنتو الحمد لله كيف أخباركم في رمضان الحمد لله زين حياك الله في رمضان الحمد لله طيبين الحمد لله وسعيدين بسماع أصواتكم حبيت أجاوب على اللغز تفضل يا حبيبتي المندوس متأكدة أيوة عندكم مندوس في البيت أيوة عندي كم واحد عندي واحد واحد أيوة تحتفظي فيه تحطي فيه حاجيات داخل أيوة أحتفظ فيه ملابس إكسسوار إيش حاطة أيوة لا حاطة في شنطة في أغراض الجوازات والذهب وكذي حلو أيوة. حلو أتوقع معظم بيوتنا العمانية فعلا موجودة فيها المندوس لحد الحين أيوة وإحنا طبعا هنا حتى في البيت العماني المندوس موجود بالإضافة إلى التراثيات الجميلة اللي موجودة هنا عندنا أيوة لازم تكون تراثنا شكرا لك يا عزيزتي على اتصالك مع السلامة شكرا ومعانا بدرية مرحبا يا بدرية السلام عليكم عليكم السلام يا هلا مرحبتين شخبارك الحمد لله تمام يا بدرية شخبارك الحمد لله تمام حياك الله الله يحييك عايشة معانا هذه الأجواء الحلوة أيوة أكيد مستمتعين إن شاء الله أنت والأهل أيوة الحمد لله تمام حياك الله يا بدرية تفضل يا عزيزتي كيف شفت لغزنا اليوم سهل والله الحمد لله زين سهل أيوة الشاعر عياد ما مقصر يعني سهل لكم يعطيكم خيارات بعد كل يوم أيوة حلو لغزة طيب تفضلي إيش الجواب المندوس إن شاء الله تكون إجابتك صح تابعونا لنهاية حلقتنا طبعا بنتعرف معاكم على جواب اللغز اللي كل يوم الشاعر كذا يطرح عليكم لغز ممكن تجاوبوا عليه والسحب طبعا يكون في نهاية حلقتنا بالإضافة إلى سؤال الحلقة اللي تتعودوا دائما تتابعوه بعد ما ننتهي من الحلقة طبعا نعرض لكم السؤال وتجاوبوا عليه عن طريق الرسائل النصية القصيرة ونسحب في حلقة بكرة اليوم أيضا بيكون عندنا سحب على حلقة الأمس وسؤالنا اللي عرضناه عليكم أمس وطرحنا أنا وعبد الله ومرحبا ألو السلام عليكم عليكم السلام يا نور وعليكم السلام كيف حالك؟ بخير كم عمرك؟ 9 سنوات 9 سنوات شكلك شطورة وتبي تسمعينا شي صح؟ لا ليش؟ ما سمعتي من ساعة أشجان سمعتنا حلوة الأغنية كانت؟ عندي نشيد يلا نسمع إيش النشيد تراثي؟ نسيد؟ نشيد السلطنة الإيش؟ السلطنة السلطنة في الكرز والله يا عمي لو تسألوا كرزي أنا عن أي مكان بهالزمان قال الحنا
السلطنة والسعد صار اسمعهما قال الهنا في السلطنة والسعد صار اسمعهما السلطنة. شكرا. الله شكرا حبيبتي على هذه الأغنية الحلوة. صوتك حلو. كل يوم اتصلي عشان تسمعينا شيء. نعم. ايش بغيتي؟ جاوب على اللغز. انت كذا اسمك بيدخل معانا السحب. بغيتي تجاوبي بعد جاوبي. المندوس. متأكدة من غششك؟ ايوة. ماما؟ ايوة. سلمي عليها كثير. مع السلامة. شكرا حبيبتي على اتصالك. ومعانا اتصال اخر. مرحبا. السلام عليكم. هلا يا لطيفة. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال اختي؟ الحمد لله اختي. شو اخباركم؟ الحمد لله طيب. حياك يا لطيفة. من وين؟ حياكم. من وين يا لطيفة؟ نعم اختي. من وين تكلمينا؟ من ولاية منح. من ولاية منح. نعم. حياك يا لطيفة. اول مشاركة لك؟ ايوه اول مشاركة. حياك. ان شاء الله دائما نسمع صوتك. ان شاء الله. تفضلي حبيبتي. حبيت اشارك في اجابة اللغز. يلا ايش الجواب؟ المندوس باذن الله. المندوس ان شاء الله. الالغاز كلها سهلة صحيح؟ أيوة. طيب إن شاء الله تتوفقوا معنا. شكرا إن لك. إن شاء الله. حياك الله. مع السلامة. شكرا. متواصلين معكم أحبتنا في البيت العماني. نروح فاصل ونرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغزنا اليوم: إن كنت تسأل عن بيت صغير في التراث بعيد عن الشمس وبعيد عن القلاس، اسأل مرة ومرتين ونوبة ثلاث، لا يساع لناس ولو جالسين جلوس، فيها القماش الغالي والذهب مكدوس، في الزمان الماضي ملكا للعروس، لا توجد مجالس فيه وخالي من الأثاث. هذا لغز لغزنا اليوم. أما الخيارات، هل هو المندوس ولا الخزنة ولا البخار؟ رحين نبدأ معاهم إن شاء الله. ومعانا الوالدة عطية. مساء الخير الوالدة. ضيوفنا أيضا جايين اليوم من ولاية سويق بمنطقة الباطنة. أمل أمل يا أمل، سامعتني؟ سامعتنك. أبي حد يجاوب على اليويو منك من عندك. من اللي يجاوب؟ هذه أمي جاهزة هنا. هالو يا يويو أنا يويو يويو أيو يو وأنا يويو ayo yo yo wani aye awana la la o jambo sana yo jambo jambo sana yo jambo jambo sana mama faide ya ye minshana mama faide ya ye minshama لو صلاتي بذكر الله وتالي صلاتي على محمد ورحمك الله يا عبد الله من يوم جبت النبي محمد. تفضل. هذه الحلقة الجميلة اليوم وهذه الفنون الشيقة اللي فعلا أثرت البرنامج وإحنا مستمتعين كثير بوجودهم عندنا. هذه طبعا من الفنون الجميلة اللي تابعناها خلال الموسم الماضي من البيت العماني. أيضا في هذه المرة إن شاء الله الفنون دائما بتكون متواجدة ودائما بتكون حاضرة معنا في البيت العماني. الفنون العمانية الأصيلة الرجالية وأيضا النسائية على مدار الحلقات القادمة إن شاء الله بنشوف ضيوف كثير بينوروا البيت العماني وبنتعرف على الكثير أيضا من الفنون الجميلة، مثل ما اليوم الوالد ما شاء الله عليه أبو مرزوق هنا، يعني
مستانسين الكل بوجوده وممتع يعني ما شاء الله عليه بالفنون والموروث الطيب اللي حامله معانا وكذا بهمته وشبابه وروحه الطيبه عاطينا هنا جو جميل ما كذا يا ابو مرزوق؟ الحمد لله كذا ونص. يعطيك الصحة والعافية الكل مستمتع حتى المتصلين يمدحوك اليوم. الله يعافي الجميع. الله يسلمك أكيد بعد محضر لنا شيء أنت وعبد الله هناك. الحمد لله. طيب نروح عندكم. الحمد لله رب العالمين رجعنا لكم يا مشاهدين من بيت العماني أبو مرزوق وعبد الله الذهلي وجميع الحاضرين. احسنت يا ابو مرزوق احسنت استريح 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 يا سلام عليك ابو مرزوق روحك الطيبه اللي نحييك عليها يا مرحبا ايش بنقول تو بنقول شيء بالرزحه ولا كيف بالرزحه حق الصحبه السوريه تقول سوريه ايوه لكن بعد المكالمه اصبر شويه السلام عليكم يا جوهره مرحبا يا جوهره مرحبتين كيف حالك الحمد لله تفضلي يا جوهره ممكن اشارك لا ما ممكن تشاركي ما ممكن ما تشاركي ابد الجواب مندوس المندوس ايوه احسنتي احنا هذه قاموسنا التغت الان ممكن اشارك من زمان ذكرتينا فيها انتي تراثيه السلام عليكم السلام عليكم ابوي لا تستاذنوا هذه قناتكم وهذا برنامجكم بمره من نقول السلام عليكم قولوا عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام ايوه كذا من اسمك انتي معك نجات نجات كم عمرك يا نجات 11 سنة ما شاء الله العمر كله إن شاء الله تفضل يا نجاة اللي جاب المندوس المندوس شكرا مشكورة مشكورة السلام عليكم مريم عليكم السلام مرحبا يا مريم مرحبتين بعد أنت عمرك 11 سنة أيوة ما شاء الله تفضلي اللي جاب المندوس شكرا احنا كذا يعني صغار كبار لكن حلو التنوع بعد شويه نبي كذا شويه من 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 ايوه مرحبا يا ثريا السلام عليكم يا ثريا 92 ثريا نعم كيف حالك تفضلي والله ما اسمعك يا ثريا ثريا راحت ثريا ايش بيقول سوريا بيقول تكلم اول بنشلال بنشلال اول مرتين ثلاث شنشلال يلا قول يا لالي لا ليلال لا ليه يا لالي ويا لالي لا ليلال لا ليه يا لالي يا لالي لا ليلال لا ليه يا لالي ويا واصلين الدار يلكم تحية ويلكم كرام وضيف وترحب ويلكم كرام وضيف وترحب ويحلى لنا الطراب بالمطر بيه وبنرمس أهل الدار والخارجية وبنرمس أهل الدار والخارجية ويحلى لنا الطراب بالمطر بيه وبنرمس اهل الدار يعني والخارج وخارج البلد خارج البلد يعني إيه يعني بنرمس الجميع ابو مرزوق يعني ما الخارج جاي من الاجانب ابو مرزوق تفضل انت ترمس هناك في البلاد الله اكبر ترمس ايش ميلال وميدان ومسبح ارمس ميلال وقصافي سوري وميدان اشارك ودق طبل ورزاح لكن صرت الحج ومن حجيت ما علق وين كنتوا تسيروا؟ أنا مش بس في الرساق؟ أنا مشترك في المسحاب مساحيب من السويق لين لمسقط رايحين وجايين في الدعاوي مشترك في المسحاب باركيس سيب السويق القرط المصنعة في أي مكان دقين طبول وبركة في أي مكان دقين طبول في أي مكان سوريا وميدان في أي بلد في أي مكان نعم لكن من جيت بالحج ما شاركت زين الحين نبي شوية وين الجماعة باغين شوية غزل غزل هي مسبع ولا عد ولا لا كيف؟ لا غزل شيء عندي قائمة كبيرة لا لا عد نقالنا أنت من هناك لا الغزل هي. غزل نبغاك تشلها بشلة تفضل يلا اسمين هناك القرطاس ما يحتاج لما يطلع القرطاس أنا باخذ مكالمة السلام عليكم السلام عليكم بيت العماني معاكم متواصلين مرحبا يا سهى الحمد لله بخير أخبارك تفضلي يا سهى والله حبيت أشارك معاكم في البرنامج تفضلي إجابة اللغز المندوس شكرا يا سهى
بعد مكالمة. السلام عليكم. لولوة يا هدى. نعم. كيف حالك يا هدى؟ يا هدى. ايوه ايوه يا هدى. كيف الحال؟ حال والله تعبانين. تعبتينا يا هدى انت. نيمتينا. ايوه شويه. ايوه تفضلي. ايوه معك هدى. تفضلي يا هدى عرفناك. الجواب اللغز هو المندوس. ايوه كذا خليكي. شكرا يا هدى. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عفا. مرحبا محمد. نعم. كيف حالك يا محمد؟ طيب الحمد لله. يا شاء الله احنا بقى حين اطفال كله برنامجنا. تفضل يا محمد. اريد سؤال. تريد سؤال؟ زين. ابو مرزوق سوى توا قصافيه او رزحه قالها باسم بلاد، وش هذه البلاد؟ لا ما يصير كذا يطولك على التلفزيون عاد. ولاية مسقط. لا لا ما مسقط. لاك ولاية بعيدة فيها سفن حلوة. صور. صور. متأكد بصور؟ ايوه. إذا متأكد قولها أربع مرات، يلا بسرعة. صور صور صور. شكرا شكرا. ناصر بناخذ ناصر وبنيك، يا ناصر. يا ناصر. ايوه. ايوه يا ناصر. ايوه. ابد يا ناصر، بشمان أنت يا ناصر ولا كيف؟ كيف حالك؟ كيف حالك أنت؟ بخير الحمد لله. حياك الله، يلا خليك معنا كذي بسرعة شوية. كيف حالك انت بخير؟ الحمد لله. تحفظ ميدان ولا شيء؟ لا والله. يا الله اسمع ابو مرزوق او الناصر ما يحفظ. يلا زعل ابو مرزوق عليك زعل؟ لا وكله ينام. ناصر يلا هو. زعل عليك ابو مرزوق؟ لا والله لا يزعل. خلاص يقول لك لا تزعل ابو مرزوق. لا ما ما يحفظ ان شاء الله. تفضل يا ناصر. ايوه اريد اجاوب على الغزل. تفضل يا ناصر. تفضل يا حبيبي. ها؟ لا اله الا الله. يا ناصر. الو. ايوه اريد اجاوب على الغزل. اقول لك لا لا ما اريدك تجاوب، اريدك تشاركنا. تفضل. المندوس. المندوس. ابوي علينا بصنقور الحين. صنقور ايش قال؟ يغني قال واجد. قول. هذه قصيده في حب الوطن. في حب الوطن. نعم. ومن عاد ما يحب الوطن؟ كل حد يحب الوطن يعني. وانا احب الوطن ازيد من اللزوم. يلا قول وش قال. وش قال ابو مرزوق؟ قصيده شعريه ابدعها ابو مرزوق. احبك يا منى قلبي احبك، احبك يا منى قلبي احبك، احبك من وسط قلبي احبك، وحبك ساكن في قلبي احبك، وحبك شاغل في وادي احبك، وحتى في الخيال دايم احبك، وحتى في المنام اراه حبك، وحتى في دمي يسري لحبك، ولو ماشي طريق باشوف حبك، وكل فتحات عيني اشوف حبك، وفي كل ثانيه اذكره حبك. احبك يا وطن غالي احبك، احبك يا الغبير عمان احبك، احبك وابنك القائد احبك، وحبك اغلى من روحي احبك، وقابوس الشهم دايم يحبك، ونحن نحب قابوسه يحبك، حماه الله من كيد الاعادي ومن حاسد ومن ظالم يكيدك، ونحن نحب قائدنا المفدى وقابوس الابي دايم يودك، عمان المجد امجاد ومجدا تعلى مجدها من زود حبك، وفي كل الدول معروف عنها عمان العرب ألا ويدوم عزك، عمان المجد صعدت للثريا وأتمنى من المولى يصونك، وقابوس المحب وقابوس المحب لنا، ونحن نحبك سيدنا ويطول عمرك. وإحنا نحبك يا عبادي أبو مرزوق. جزاك الله الف خير. الله يجزيك خير أبو مرزوق. الله يديمك. أباك شوية تعطي أمل تو. نعم. ما أكملها. أقول لك أباك تعطي أمل تو. نعم. يعني ميدان وأنا بسكت هي عاد تستلم منك. إيش قال؟ واني أعطي أمل ميدان. هي يا ريتكم ذكرتوا لي تبيو ميدان. أخلي متسلسلة. قول قول مع نسمع. 60 بيت أحفظ ميدان. ما شاء الله. نعم مع 60 بيت أحفظ ميدان. أنا مني تحفظه شوية. أي والله. يقول نور ريحة تبصل بمن قلنا هذه نور ريحة تبصل بمن طبين نور ريحة تبصل بمن طبين أنا عيبني الضحك والليونية هذه قلناها قلناها آها. زين
يقول خذ لك من الهند ساعة بعد قلناها قلناها قام الشريط يرجع على الورا. ايوه الشريط يرجع على الورا. ايش تسوي؟ انزين 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 يقول سوانا خلكم يرى بالحيل سوى هذاك النخيل الذي حوى. قلناها بعد هاي الى الشريط بنصلحه. قلناها ايش ايش ياك ابو مرزوق؟ شفت كيف انا صرت حافظ عاد ابو مرزوق؟ اي والله اشوف قام الشريط مره بسرعه يرجع. ان شاء الله ما بيرجع. يلا ان شاء الله ما بيرجع. خلينا اخذ مكالمه. خذ مكالمه خذ مكالمه ولا نروح مع عمل؟ خذ مكالمه ولا مع عمل وانا اتذكر. يلا قول باليويو نروح مع عمل باليويو. اي والله قول ويو يو 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 نيباني روحي عند السيدة أمل أبو مرزوق وعبد الله الذني ويو يو يا واني يو 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 فاصل ونواصل فاصل ونواصل. لا 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 ما كذا كيف تفضل لازم مره باليويو فايا ويو يو فايا اصل ونحن ابو مرزوق وعبد الله الذهلي بنواصل ان شاء الله ويو يو يو يا واني يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغزنا اليوم إن كنت تسأل عن بيت صغيرا في التراث بعيد عن الشمس وبعيد عن القلاس اسأل مرة ومرتين ونوبة ثلاث لا يسع لناس ولو جالسين جلوس فيها القماش الغالي والذهب مكدوس في الزمان الماضي ملكا للعروس لا توجد مجالس فيه وخالي من الأثاث. هذا لغز لغزنا اليوم. أما الخيارات هل هو المندوس ولا الخزنة ولا البخار؟ ما شاء من بيات لي طي تزاري يا ماشي من بيات لي طي تزاري حسن ويا مالي يا وزار السما يلي حسن ويا مالي يا وزار السما يلي يا ماشي من بيات لي طي تزاري يا ماشي من بيات لي طي تزاري حسن ويا مالي يا وزار السما يلي حسن ويا مالي يا وزار السما يلي ودانا دانا 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 ودانا 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 دانا دانا ودانا نزغنا فتيني والوسطي هلبناه وانا عماني بالفكر علمناه نزغنا فتيني والوسطي هلبناه وانا عماني بالفكر علمناه.
الله مشاهدينا معانا في البيت العماني ما زلنا متواصلين معاكم، ولكن وصلنا معاكم لوقت السحب اللي كثير ينتظروه. أكيد هذا السحب على سؤال حلقتنا للأمس، هذا هو سؤالنا، كان أين يوجد حصن بيت الرديدة؟ ونشوف الجواب في ولاية نزوة. الحين بنشوف طبعا الأرقام اللي جاوبوا إجابة صحيحة، بنختار منهم رقمين. هذا هو الفائز الأول، صاحب الرقم 99599463، والفائز الثاني 96442033. هذول هم الفائزين معنا. حياكم معنا مشاهدينا، ما زلنا بانتظار سماع اصواتكم الطيبه ايضا، وسؤالنا او اللغز ما زال قائم في حلقتنا لليوم. اكيد بنهايه حلقتنا بنتعرف على اجابته. ومعنا نظيره، مساء الخير. مرحبا، كيفك يا نظيره؟ راحت نظيره، تعال تعال تعال. حلو، انت ايش اسمك؟ عبود. ايش ما سمعك، ايش اسمك؟ عبد الله. ما سمعت. عبد الله. عبد الله، ايش تسوي هنا؟ قاعد تلعب؟ ايش لعبت؟ تعرف؟ تعرف تغني؟ يلا. شويه صوت عالي عالي عشان نسمعك. يلا علي صوتك شويه. لا لا عزم والي انا ازيل بيت ماما لا بلع الماما ازيل بيت اثنى دال بيت. ما فهمت ولا شيء. شاطر، يلا روح العب زين. قل شكرا. شكرا. شاطر. ما زلنا معكم مشاهدينا، وناخذ اتصالنا الأخير في حلقة اليوم، وأكيد في كل يوم بيكون لنا تواصل جميل معكم أحبتنا في البيت العماني. وعندنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. الحمد لله أختي، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. حياك الله. مين معنا؟ معك حنان. سناء. حنان. هنادي؟ حنان. 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 أيوه. هلا يا حنان، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. من وين اتصالك؟ من السيب. من السيب، حياك الله يا حنان. متابع البرنامج؟ ايوه متابعته. اليوم ولا امس وقبل؟ من اول يوم. الحمد لله، مستمتعين معنا ان شاء الله. ايوه كثير صراحه. كيف شايف الاسئله واللغز؟ الحمد لله اسئله سهله. سهل؟ ايوه. طيب بجاوب على اللغز؟ ايوه الاجابه المندوس. المندوس. ان شاء الله تكون هذه هي الاجابه الصح، لان الكل جاوبها. وتشوفوا طبعا الإجابة والسحب يكون في نهاية حلقتنا لليوم. وشكل الوالد أبو مرزوق هناك محضر شيء معاي. عبد الله أحسنت يا أمل، إحنا محضرين له شيء الحين. هذه هدية أبو مرزوق مقدمة من مملكة النحل. شكرا. العسل اليمني. شكرا. والعود والعطور والعنبر والزيوت والأعشاب الطبية، وتستاهل. شكرا يا عبد الله. بسرعة قبل لا نودع المشاهدين. شكرا يا عبد الله. شوي بيت واحد ميدان. بيت واحد. هي بيت واحد. هي والله. قول. يقول صلى الفرض وايب السنة، صلى الفرض وايب السنة، وايب السنة. من هو الذي صاح بالرايات؟ أنا أسمع الطبل صاح بالرايات. قالوا وش علوم الطبل اللي صاح؟ قالوا عقيد السوادي يب السنة. الله أحسنت يا أبو مرزوق، شاكرين لك، يعطيك الصحة والعافية. أحسنت أعزائنا المشاهدين. أحسنت يا أمل، واحسنت المخرجين، المخرج وليد الوهيبي يسلم عليك، وليد الوهيبي والمشاركين والحضور الجميع، جزاكم الله الف 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 خير. احسنت احسنت يا ابو مرزوق، طول عماركم يا ربي. اعزائنا المشاهدين، احنا ايضا ما تبقى لانه ايضا نشكر كل المشاهدين اللي تواصلوا معنا، سواء بالمشاركة الهاتفية، بالمشاهدة، بأيضا الحضور معنا هنا في البيت العماني. تبقى أنه أيضا إحنا فقط نسحب الآن على القرعة، ولكن بعد الفاصل انتظرونا.
خبروني عندك سوالف حلوة مع الأول وعندك وصوتك جميل وأنا سمعته من شوية. ولا يا ريدة شربوا وغروا طيلة عليا ولا يا ريدة شربوا وغروا طيلة عليا على كيت كيت ولمبا منا كيت كيت ولمبا عندك منا قوم بوكو الكي عندك منا قوم بوكو والله والله وانا كيت كيت ولمبا عندك منا كيت كيت ولمبا عندك منا قوم بوكو الكي عندك منا قوم بوكو والله كيت كيت ولمبا عندك منا كيت كيت ولمبا عندك ما سمعنا ابي مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم والحين وصلنا معكم أيضا للسحب على لغزنا اليوم وأيضا أسئلة حلقتنا واللي فايزين معنا إن شاء الله أساميهم موجودة هنا بنسحب على فايزين اثنين فقط يا وهذا المندوس على فكرة هذا المندوس ها بس مندوس صغير هذا المندوس بس مصغر وفي أسماء كثيرة نخلط في اسم راح اسم راح طيب. هذا نصيبه وش رايك لطح يلا فضل. بسم الله اول فايز معانا اليوم ميساء الجابري الف مبروك يا ميساء على فزتي معانا طبعا اليوم اول متصله اول اول فايزه مش اول متصله ونشوف الفايز بعد الثاني بعد سحبي بعد سحبي انا خلينا اخلط هذه الاوراق يلا واحد اخذي بعدك واحده طيب الفائزه الثانيه بدريه الجابري بدرية الجابري ألف مبروك اليوم كله بنات فايزين معانا لأنك أنت سحبتي اليوم بكرة إن شاء الله دورك عبد الله في السحب أعزائي المشاهدين شكرا لحضراتكم غدا إن شاء الله حلقة جديدة من بيت العماني انتظرونا إن شاء الله لكم أجمل التحية من كل من يعمل في هذا البرنامج من المعد عبد الله الوهيبي من الفنيين والمصورين وهندسة الإرسال من أمل وعبد الله ومن وليد الوهيبي يتمنى لكم كل الأوقات السعيدة ومع السلامة.